معكم مرحبا بكم في اول لايف ديالي. عندنا شويه ناس يتجمعوا هذا الدوام نطلقهم. السلام عليكم، لاباس عليكم، شخباركم؟ دونك جو بونس غادي ان شاء الله دابا فكرتني ديال اللايف، حيت جاوني بزاف ديال الأسئلة على نوع الصباغة اللي كنخدم، وعلى التخليطة كيفاش كنخلط، اليوم ان شاء الله انا جبتلكم الميزان، باش غادي نعطيكم لي كونتيتي بالضبط، شحال ديال الماء، شحال ديال الصباغة. إلا عندكم شي سؤال صيفطوه لي، تساؤلات ديالكم، ميساجات، إن شاء الله نجاوبكم، دونك نبداو، هذا هو الطابلو اللي غادي نخدمو بيه، وغادي نخدمو اليوم بلي باطخي الحجر، دونك نديرو هاد الكوتي، دابا غادي نجبدلكم الميزان باش نعطيكم الصباغة اللي غادي نخدم اليوم اختاريت هاد لي كولور، الصباغ الخضر والبولد، دونك كنخدم مون مارتي هاد لاماك لي كنخدم أنا، هاد لاماك لي الثمن ديالها مناسب في السوق بالنسبة لهاد لي تبخي، دونك هادي لي كتعجبني أنا شخصيا كنخدم، دونك غادي نبدا وغادي نحطو الكاس في الميزان كنديرو، غندير إن شاء الله 30 غرام ديال الصباغة،
30 غرام في الصباغه، وغنزيد عليها 20 غرام ديال الماء. بالنسبه لكاين في الاول اللي غادي دابا نرجع الزيرو باش ندير 20 غرام. سنكمل الصباغات كلهم بنفس الطريقة غنديرو ثلاثين غرام تمن بالنسبة في الميزان في الأول إلا درتيو الغرام كنت خدمو ديما بالغرام، إلا درتيو الملي كتقدر ديرو 30 مليليتر د الصباغة و 20 مليليتر ديال الماء. كنديرو 60% د الصباغة و 40% ديال الماء. كتجي لا تيكستور ديالها ماشي خفيفه بزاف، كتجينا شويه عاقه. بنفس الطريقه غادي نكملو كاع الالوان. سلام صباح، لاباس عليك؟ اخبارك؟ جاسمين لاباس عليك؟ عندكم شي صهد؟ غنديرو 20 بغيت يكونوا كيبانوا لكم الارقام، قلبت لكم الميزان باش يبان لكم. نتا على حساب القياس ديال الطابلو ديالكم غادي تأدابتيلو لا كونتيتي الصباغة على حساب الطابلو. أنا الطابلو اللي غادي نخدم به اليوم مكبيرش بزاف، حتى الألوان اختاريت 6 ديال الألوان.
pantolonu var. الصباغه كتجنسنا مع الماء باش كيبقى واحد الحبيبات احنا نصل الدرع عام الجامع شو اللي كنخلطو خاص هكا اللي في الويل ميبقاش ديك الحبيبات هكا هو الصفاجة بنفس الطريقة نحاول نخلطو كاع لي كولور دابا كنوريكم غير الطريقه ديال التخلاط ديال الصباغه ومن بعد ان شاء الله غادي نحطو الطابلو وغادي نصاوبو مجموعين يلا كنجبدو الصباغه ديالنا باش كيكون واحد الحبيبه وما يبقاش كاع كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم بالكم على كمين مرحبا بك لاباس عليك شي راهو تصاوبو زكا خصنا نحركو مزيان
دابا جو بونس المكتبات بداو كيحلو اللي عندو هاد لاباسيون ديال الصباغة باش تقدرو تشريو الصباغة بهاد الطريقة عندكم. غادي يصاوب حتى هو لي طامبو هادي هي الفرصة. هذه الطريقه اسهل طريقه اللي كتخلص فيها الصباغه والماء. كاينين طرق وحده اخرين اللي كنزيدو فيهم السيليكون، كاين وحده اخرين اللي كنديرو معاهم الميديوم. سي فيزا انتريسيكم ان شاء الله ندير لكم طريقه تشوفوا كاع الطريقات اللي كنخلطو بهم الصباغه. شاتو الزهر تاع الوجه قامنا نجيب البينات عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجة. الله على السيد الدين وصلنا اليوتيوب. الله يحفظك شكرا. هذا شوية الخضر حنقولو شوية كان واحد القضية راه على حساب كل لون بحال هو الخضر شويه خاطر على الاخرين حتى نعينكم ميزانكم. انا غير هاد اللون هذا نخلطو وغندوزو ان شاء الله للطابلة. دابا غادي نبداو بالنسبة للأطوال قبل ما نبداو نخدمو فيها لأن نختار القمر نهار هاد الشكل على الندوة. أول حاجة كنديرو لبرينيز هنايا باش مني غنصوبو الكوري مكيتسخناش الأطوال من اللور. كندير لبرينيز عاد كنحطو كناخدو كاس خاوي
Harbiden bu. Bien sûr, les couleurs couloirs de ce qui est brillant, hein. Bien sûr, de... طايقة غادي نكملو حتى نعمرو الكاس غنديرو خمسة ندير ندير غادي نحطو على الثاني النورة محبة ليك لاباس عليك دابا حنا سكتنا لي باركي غناخدو الكاس لي عمرنا غنجيو نروص وغنبدا نكبو Thank you.
dan die bel tilt. Komt ze weer zwieren. Komt ze zo kan ze weer naar de centrum. سلام تسنيم صباح لاباس عليك ديدتك لاباس عليهم ندى اي يوسف لاباس عليك طماطي مساوي بديعه بديعه حساس لاباس عليك
انا غادي ناخذ التليفون باش نهضر معكم على الطابلو صح. واخا انا نقسم الموسيقى لي بوغ هاهما وليدات لاباس عليك شخبارك وليداتك لاباس صباح سيموس قلي لاباس عليك دونك هذا هو الطابلو كنتمنى يكون عجبكم شكرا تسنيم